ثم قال سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. صار الآن يذكرهم بشيء مضى عليه 9 سنوات تقريبا، وهو أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة رفقة أبي بكر. كان يقول: هل تذكرون يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الكفار قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يذكرهم الله: تذكرون ذلك اليوم؟ تذكرون لما جلس في الغار صلى الله عليه وسلم في غار ثور على طريق المدينة أو على طريق اليمن، غار ثور قريب من مكة؟ تذكرون لما جاء الكفار وقفوا على باب الغار؟ تذكرون كيف صرف الله تبارك وتعالى الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا أبو بكر الصديق؟ تذكرون ذلك اليوم كيف نصره الله تبارك وتعالى؟ الذي نصره في ذلك اليوم ليس بعاجل ينصره اليوم، وإنما هو تذكير من الله تبارك وتعالى لهم. يقول: تذكروا أنكم إذا لم تنصروه نصره الله. الله ناصر دينه سبحانه وتعالى، بكم بغيركم دين الله قائم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن أراد الله أن يكرمكم جعلكم أنتم السبب، وإن لم يرد ذلك جاء بقوم آخرين غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الأمر سهل عند الله تبارك وتعالى جل في علاه. وقد جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، قالوا: من هم يا رسول الله؟ فأشار إلى سلمان الفارسي، قال: هذا وقومه. لكن الحديث ذكره الترمذي وضعفه، والحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشوكاني وغيره من أهل العلم: يعني لم يأتي دليل على تخصيص هؤلاء القوم، هل هم أهل اليمن، هل هم أهل فارس أو غيرهم؟ قال: قوما، وهي نكرة فتشمل كل قوم، كل واحد وارد أن الله تعالى يجعل قومه كذلك، فهو لم يثبت في هذا شيء. وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس، يعني أن أهل فارس يعني أيضا فيهم من الإيمان والتقوى ما ينالون فيه الإيمان ولو كان في الثريا، والعرب من باب أولى أقرب منهم، ولذلك هم أفضل من غيرهم المهاجرون ثم الأنصار ثم بعد ذلك يأتي غيرهم. وسلمان من المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن غيره من التابعين أو أتباع التابعين أو من يأتي بعدهم لا يصل إلى درجة الصحابة أي حال من الأحوال. لكن على كل حال أن هؤلاء القوم الذين يستبدلهم الله تبارك وتعالى لم يثبت في تحديدهم شيء، الله أعلم من يكونون، لكن هو الكلام على سبيل التهديد والوعيد. قد يكون أيضا منهم من العرب أبناؤهم أحفادهم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه، يعني إن لم تنصروه فقد نصره الله في ذلك اليوم. متى؟ قال: إذ أخرجه الذين كفروا، وهم قريش، وأخرجوه أي خوفوه بالقتل، فخرج مهاجرا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك أخرجوني منك، يخاطب مكة، والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهم أخرجوه لأنهم عزموا على قتله صلى الله عليه وسلم، فجاء الأمر من الله جل وعلا أن هاجر. ولذا هاجر أصحابه جلهم قبله صلى الله عليه وسلم، وتأخرت هجرته حتى جاءه الإذن من الله جل وعلا. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، ثاني اثنين هو صاحبه، وصاحبه هنا هو أبو بكر بالإجماع. إذ هما في الغار، قلنا هو غار ثور في الطريق قريب من مكة،
إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. وذلك أن الكفار جاءوا عند فم الغار، عند باب الغار، مدخل الغار، وقفوا والغار نازل الباب، وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في داخل الغار، فوقف الكفار عند باب الغار يتحدثون، فأبو بكر يهمس للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، يعني ما يحتاج بس ينزل يشوفنا أبدا. وقال هذا خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يريدون قتله، بل جعلوا 100 من الإبل لمن قتل النبي أو جاء به صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وكل سكينة وكل اطمئنان يقول لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، ما ظنك في اثنين الله ثالثهما. وإذا قال الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذه المعية معية النصرة والمحبة والتأييد من الله تبارك وتعالى، ليست معية علمية كما قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، لا هذه معية علمية يعني يعلم أحوالهم، هنا لا، هنا معية فيها نصرة فيها تأييد فيها محبة، كما يقول الله تبارك وتعالى إن الله مع المحسنين إن الله مع المتقين، يريد أنه يحبهم وينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى. لكن كونها تأتي هذه المعية لشخص بعينه ذكرها الله مرتين في كتابه جل وعلا، المرة الأولى ذكرها لهارون وموسى عليهم السلام لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، أي معكما نصرة ومحبة وتأييد سبحانه وتعالى، معية خاصة بأشخاص معينين. ولذا موسى ماذا قال عندما فر مع قومه وصل إلى البحر وقالوا إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي معي ربي سينصرني سيحفظني سيظهر أمري. ولم تذكر لغير الأنبياء إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبدا ما ذكرت لبشر غير النبي إلا لأبي بكر الصديق هنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي أنا وأنت. طيب والكفار الذين على باب الغار؟ الله معهم علما لكن ليس معهم تأييدا، وإنما مع أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم تأييدا ومحبة ونصرة سبحانه وتعالى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه له ثنائية مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال أهل العلم التثنية لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة هنا، وإنما في أمور كثيرة جدا، منها أولا في الهجرة، كان أبو بكر يستأذن النبي في الهجرة صلى الله عليه وسلم والنبي يقول ليس بعد ليس بعد، حتى أذن له فقال لأبي بكر إنه قد أذن لي بالهجرة، قال الصحبة، قال نعم الصحبة، فاختار النبي أبا بكر من دون الناس كلهم ليهاجر معه، هذه واحدة. ثم كذلك هو ثاني اثنين في الإسلام، فهو أول رجل أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثاني اثنين في الإيمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، ورؤيا الأنبياء حق رؤية منام، قال رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوضعت أنا في كفة والأمة في كفة فوزنتهم، يعني ثقلت أنا بهم، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فوزنهم، فهو أشد الناس إيمانا بعد محمد صلى الله عليه
وسلم، ثم في المحبة، محبة النبي له صلى الله عليه وسلم. ولذا لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو ثاني اثنين في الأخلاق، أخلاقه قريبة جدا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يصل إلى النبي أحد صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر قريب من النبي، أقرب إنسان من النبي في الأخلاق أبو بكر الصديق. وكلنا يذكر خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لها: زملوني زملوني، فماذا قالت له خديجة؟ قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج أبو بكر مهاجرا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لقيه شخص يقال له ابن الدغنة، وهو أمير بلد على طريق الطائف. فابن الدغنة لقي أبو بكر الصديق قال: ما لك؟ قال: أسيح في الأرض أعبد الله. قال: سبحان الله، مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الصفات التي ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن الدغنة في أبي بكر الصديق. ثم هو ثاني اثنين في الصلاة، ما كان النبي يقبل أن يصلي أحد من الناس غير أبي بكر الصديق، خاصة في مرض موته، فكان يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يقرأ لا يسمع الناس من بكائه، أسيف يعني حزين، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والنبيون إلا أبا بكر. وثاني اثنين في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لعائشة: ايتيني بكتاب فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهو ثاني اثنين في المشورة، كان النبي يقدم مشورته على غيره، ما يستشير أحد قبل أن يستشير أبا بكر الصديق دائما أبدا، يستشير أبا بكر، كان في أسرى بدر استشار أبا بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم. والكفار يعلمون مكانة أبي بكر الصديق، ولذا في أحد لما توقف القتال صاح أبو سفيان: أفيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبه. ثم قال: أفيكم أبو بكر؟ ثم قال: أفيكم عمر؟ فيعرف مكانة هذين الرجلين. وكذلك ثاني اثنين في الفتوى، ما كان أحد من الصحابة يجرؤ أن يفتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر الصديق، كما في حادثة حنين لما أخذت يعني الأموال اللي هي الغنيمة من أبي قتادة رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله هبها لي. فقام أبو بكر وقال: لا الله، لا يؤتى إلى أسد من أسد الله فتؤخذ أو يؤخذ سلبه، أعطه إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. ثاني اثنين في العلم، فهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته تقريبا بخمسة أيام، قام في الصحابة فقال: إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وهو يبكي. يقول أبو سعيد الخدري: فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر. يقول: فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، أعلم الصحابة، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تأيمت حفصة بنت عمر لما مات زوجها عرضها على أبي بكر الصديق، قال: تتزوج حفصة؟ فسكت أبو بكر. فعرضها على عثمان، قال: تتزوج حفصة؟ فقال عثمان: أمهلني الليلة أنظر في أمري. ثم جاءه عثمان واعتذر، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وصارت أما من أمهات المؤمنين. فجاء أبو بكر إلى عمر قال: أحزنت لما لم أجبك إلى حفصة؟ قال: نعم.
قال أما إنه ما منعني إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. فالنبي كان يسر له بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. هو ثاني اثنين في اختلاف الصحابة كان يحسمه أبو بكر، حتى قال ابن تيمية لا يعلم لأبي بكر فتوى واحدة خالف فيها الصواب، لا يعلم لأبي بكر فتوى واحدة لا يعلم له أنه أخطأ فيها أو خالف الكتاب أو السنة أبدا. ولما اختلف الصحابة في قتال المرتدين وقف أبو بكر وحده وأمر بقتالهم، ولما اختلوا في قتال مانعي الزكاة قام أبو بكر وحده وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، حتى قال عمر فوالله إني رأيت أن شرح الله صدر أبي بكر للأمر حتى علمت أنه الحق. ولما اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر أن النبي يدفنون حيث يموتون، ولما اختلفوا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، وغير ذلك كثير. ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة جدا تدل على مكانة هذا الرجل أنه ثاني اثنين في أمور كثيرة، وليست القضية قضية هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الهجرة مع النبي من أعظم فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وهنا البعض يجعل لا تحزن يجعلها مذمة لأبي بكر الصديق، يقول حزن أبو بكر الصديق، فهذا دليل على ضعف إيمانه، وهذا كلام باطل. هو حزن لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من نهاه الله عن شيء يكون قد وقع فيه وأنه مذمة له. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فهل يعني هذا أن النبي كان يطيع الكافرين والمنافقين؟ هذا من الزور والبهتان، وإنما يقول هذا مبغض أبي بكر من الرافضة وغيرهم الذين يبغضون هذا الرجل المبارك فيكذبون عليه ويدلسون في مثل هذه الأمور. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي أنا وأنت، قال جاءت النتيجة فأنزل الله سكينته عليه، عليه جماهير المفسرين فأنزل الله سكينته عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المفسرين فأنزل الله سكينته عليه على أبي بكر لأنه هو الذي أصابه الحزن، بين النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكنا صلى الله عليه وسلم كانت عليه السكينة، ولذلك هو الذي هدأ من روع أبي بكر وقال له لا تحزن إن الله معنا. فالذي يحتاج إلى السكينة وإلى الاطمئنان على النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال فأنزل سكينته عليه أي على أبي بكر الصديق. وعلى كل حال ولا شك أن السكينة نزلت عليهما واطمأن ورجع الكفار خالي الوفاض.